بلغ الإنسان من الكبر ومهما تقلد من مناصب وتحصل على شهادات عليا، فإنه لن ينسى امتحان شهادة البكالوريا. خوف، توتر وضغط من نوع خاص، فهو امتحان العمر. كاميرا النهار تقربت من بعض نواب الشعب وعادت بهم إلى زمن كانوا فيه تلاميذ. اجتزت البكالوريا مرة واحدة في سنة 1978 ولم أوفق، ولم تكن لي فرص لأنني كنت معينا للأسرة آنذاك. ما كناش يعني مجتهدين بزاف، يعني كنا في المؤخرة، ولكن في البكالوريا ربي سبحانه وتعالى وفقنا وجبنا يعني شهادة بمعدل يعني محترم ماهوش قوي. جبت الباك تاعنا، جوزته في الثمانينات، جبته بعشرة فاصل عشرين. قضيت شهرا كاملا أنا وخمس أصدقائي في بيت لأحد أصدقائي مجتهدين طول الشهر ليلا نهارا، بحيث تحصلنا على البكالوريا في خمسة. البكالوريا جبت 11. كنت أدرس كونستركسيون ميكانيك، يعني ميكانيك صناعي، ويعني تمت الأمور والحمد لله لأننا حضرنا جيدا لهذه الشهادة، وأخذتها بمعدل محترم يعني 14 فاصل شيء. العديد من الجزائريين يتفوقون في مواد ويجدون صعوبات في أخرى، فماذا عن النواب؟ الرياضيات عقدة عمري. الرياضيات إنجليزية. إنجليزية هي اللي كانت لربما، يعني باقي الأمور كانت إنجليزية، كنت نجي فيها تحت المعدل. فيزيك إلا جبت 7-8 مليحة. الرياضيات والفيزياء فهذو ما كانوش صدر الأدبيين، حنا ما كانش عندنا فيهم شوي حظ، كنت تحت المعدل. ضغط امتحان شهادة البكالوريا لم يجربه كل النواب. كان أرى مستواي هو نهائي السنوي، أنا درت في التعليم وشبه الطبي، دخلت مدرسة لظروف الاجتماعية القاصحة، أنا ولد فلاح لم تطل من الفرصة، مقيم في بادية، فتوجهت مباشرة للسلك التقني أو ما يسمى بالشبه الطبي. أنا ما قريتش عمري، ما قريتش. هو امتحان يبقى راسخا في الذاكرة بأفراحه وأحزانه.